السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. احنا إن شاء الله النهاردة بنعمل أوتار. هذه الأوتار موجودة معانا اهي. بنعمل حاجة اسمها بؤج وأوتار، زي ما بتاع المحارة بيشتغل على الحيطة، احنا هنا بنعملها على الأرض علشان نثبت الخرسانة. علشان نثبت الخرسانة هنا عندي في الميول بتاعي هعمله على الصفاية وعلى الجرجوري، فدي أوطى نقطة ونسبة الصفر، نقطة الصفر بتاعتنا. بعد كده باخد المنسوب بتاعي ان انا بزود حوالي سنتي في كل متر لحد المنتصف. زي ما احنا شايفين الوتر بيعلى معانا في المنتصف، وادي البؤج اللي احنا كنا عاملينها، بس ديت اتلغت واتعملت بؤج تانية واتأسست معانا. بالتالي كده ديت الاوتار بتاعتنا. طبعا الوتر بعمله كل حوالي 3 متر او 4 متر بناء على ايه الادة اللي انا بشتغلها. وهنا برضو بنشد خطانة ايه الخيط ده كده علشان نجيبه للاوتار الجانبيه. معانا برضو هنا الاستاذ محمد. السلام عليكم. السلام. الله ينور يا باشا. كده انت بتعمل ايه كده؟ كده بملى الوتر، كمان ملوه بره من الدار المصريين بفر عشان ببقى ايه اسهل معايا برضو في الملو. تمام. يعني بعد كده ما عندك المعلم جزر اهو بيعمل البؤج بتاعته. دي كده اللي قدامنا دي البؤج. المعلم جزر اهو بيعمل البؤج بتاعته وكملنا ورانا على طول كده. الله ينور يا معلم. انت كده شادد خيط على الوتر اللي على اليمين. أيوة. وشادد خيط على الوتر اللي على الشمال. تمام تمام. وعامل الخيط اللي في النص ده وبتبقى كده بؤك في النص، وهتعمل اوتار في الجناب الصغيره. تمام تمام. الله ينور الله ينور. تمام تمام. بيدرع كده عشان يظبط الوتر. اه الله ينور يا معلم. بتعمل ايه كده يا باشا؟ بتعمل ايه كده يا باشا؟ الدراع عشان يظبط البؤج على الوتر عشان يطلع الوتر مظبوط. ده كده بؤك كده، انت كده بتدرع على بؤك صح؟ اه. انت كده الخيط خلاص يعتبر ملوش لازمه، لان انت كده شغال على البؤج اللي هي بتاعت الخيط. اه تمام. الله ينور. كده دوت بيتدرع من اوله لاخره. اه ترى على خده. بكده نكون وصلنا الصوره ان احنا ازاي بنعمل البؤج وبنعمل الاوتار. وادي كده واضح معانا. طبعا لسه الجزء الصغير اللي احنا فيه ده هيتشد برضو، في وترين بيتشد خيط من على الوتر ده لخيط الوتر الثاني، وبيتعمل منهم الوترين اللي في النص. وبالتالي كده هي دي اسمها بؤج واوتار لعمل الضفره او عمل الخرسانه اللي هي بتتعمل فوق الفيل. كده ان شاء الله يا رب نكون وصلنا المعلومه. جزاكم الله كل خير. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب على القناه، ودعوه جميله منكم كده في التعليقات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.